السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في افتكاسة جديدة. النهاردة إن شاء الله هنعمل لكم فكرة حلوة جدا من اللمبتين دول. الفكرة مش هتكلفك أي حاجة، هنعمل منها زينة شجرة الكريسماس. أول حاجة أنا هشيل الجزئين اللي هما في التحت دول بتوع اللمبة، هاخدهم أحطهم على بعض كده وألزقهم بالشمع. هساوي بس الشمع اللي طالع زيادة. بعد كده اقيس الفوم اللي موجودة عندك. انا جبت لونين، الاخضر والاحمر، الالوان زي ما تحبي. انا اللي موجود معايا اللون الاخضر كان خلصان بصراحة، فحاولت اخد اجزاء صغيرة كده ووصلتها ببعض. هحط اللون الاخضر في النص وهلزقه بالشمع، وهتحاولي على قد ما تقدري ان انت تلزقي الورق الفوم جنب بعضه بحيث الفرق اللي بينهم وبين بعض ما يبقاش باين. انا طبعا الجزء الاولاني لقيته مش موجود تقريبا اتمسح، فانا لفيت ورق الفوم على الجزء او الكرة اللي انا عملتها دي بالطريقة دي، وحاولت على قد ما اقدر ان الفرق ما يبقاش باين، لان الفينش النهائي دوت والفرق بين الفوم وبعضه ده احنا مش هنعرف نعمل فيه حاجة في الاخر، فلازم ان هو ما يبقاش باين. انا لقيت الشمع مكلكع، فالورقه بتاعتي هتبقى عاليه عن الورقه اللي قبلها، فشلتها وشلت الشمع الزياده الموجود، وهرجع احط الشمع تاني واحطها. انا برجعها وبضغط بصباعي الكبير كده عشان الورقه تثبت والشمع معايا يثبت. اخر جزء دوت الورقة هتبقى مكرمشة شوية، بس تحط الشمع كويس واضغطي على الكرمشة دي هتثبت. خلاص كده عملت اخر حتة وهقص الزيادة، واشوف برضو لو في حتة طالعة ولا حاجة احط فيها شمع والزقها تاني. انا عملت الجزء التاني بعد كده. بعد كده انا هجيب قطع من ورق الفوم حوالي مثلا 3 سنتي من اللون الاحمر، او هو المفروض ان هو يبقى من اللون الاخضر، بس انا زي ما قلتلكو ان انا الورق الاخضر اللي معايا كان خلصان، هلفها حوالين بعضها بالشكل ده. العلاقة بقى اللي هتحطيها جوه وانت بتلفي، ايا كان بقى نوع العلاقة اللي انت بتستخدميها، استخدمي الامكانيات الموجودة عندك، مش شرط ان انت تشتري، ممكن حتى تستخدمي لو قطعة فوم رفيعة خالص وتحطيها هتبقى برضو حلو. انا عندي العلاقة اللي هعملها من الاسترس، خدت المقاس بتاعها وقصيته وكملت لف. فنيني بقى زي ما تحبي. لازم تشيلي الشمع الزيادة بسرعة قبل ما ينشف عشان ما يبقاش شكله وحش. هحطها بعد كده فوق وهلزقها. طبعا في الاول زي ما قلت لكم عشان هي المفروض اصلا كانت تتعمل باللون الاخضر عشان تبقى احلى، فانا هحط الحتة الخضراء الموجودة معايا على الوش. بعد كده انا هعمل فيونكة من ورق الفوم. جبت قطعة فوم، هي المفروض ان تكون الفيونكة اللي هتعمليها يكون لونها اخضر، نفس اللون اللي موجود في النص عشان تكسر اللون كله. انا الفيونكة عملت فيها علامة اكس كده من النص، وبعدين خطين في نص علامة الاكس، وهقصها بالطريقة دي.
المثلثات اللي في الاخر دي انا هقصها بس مش لحد الاخر، انا عايزه هو ده الشكل النهائي. احط نقطه الشمع في النص والزقهم الاتنين على بعض كده، واليمه التانية برضو بنفس الطريقه. الحته دي هلفها حوالين الجزء اللي في النص. انا على فكره مش هي دي الفيونكه اللي انا هحطها، انا هستخدم فيونكه من ورق الفوم الاخضر الساده، انا عندي ساده بس ما عنديش الجليتر، بس بوريكوا طريقه الفيونكه بتتعمل ازاي. بعد كده الجزئين دول انا هتنيهم لورا، شايفين هو ده هيبقى شكلها النهائي. شايفين اللون عامل ازاي؟ لازم حاجه تكسر اللون، فعملتها وخلاص باللون الاخضر العادي، طالعه بصراحه شكلها حلو. شايفين بقى وصلة الورق ببعضها دي، انا هغطيها، غطيها بقى باي حاجه، غطيها بستراس او غطيها بلولي اي حاجه، بس الاستراس هيبقى افضل عشان هو رفيع. هحط الاول برضو عشان يبقى شكل حلو في الجزء اللي في النص ده. احط بقى الخط طول الخط ده كده، وصلة الورق ببعضه. احط هنا عشان طبعا الشكل النهائي في الاخر يبقى حلو معاكي، وتبقى الحاجة يعني احسن بكتير من الحاجة الجاهزة اللي بره. شايفين شكلها لذيذ جدا وحلوة جدا. الجزء طبعا اللي تحت ده برضو في حتة واصلة كده وباينة، فاحنا هنحط فيها برضو حتة. شايفين كده الشكل النهائي بتاعي عظمة، حاجة كده من الآخر. الفكرة حلوة جدا وبسيطة وما كلفتنيش أي حاجة، كلها كانت بواقي ورق فوم موجود عندي. يا رب الفكرة تعجبكم، لو عجبتكم الفكرة ما تنسوش تحطولي لايك، ولو بتزوروني لأول مرة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، واستنوني في افتكاسة جديدة.